أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل؟ هنا بل، بمعنى بل، بل يحسدون الناس. والحسد داء عظيم جدا. يقول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه يقول: كل أحد أستطيع أن أرضيه إلا الحسود، فإنه لا يرضيه إلا زوال نعمتك. هذا الحسود لا يرضيه إلا أن تزول النعمة عنك. وإذا قال: إن الحسود لحكم ربه قالي، يعني ما يرضى بقضاء الله، ما يرضى بعطاء الله تبارك، لماذا يعطيه ولا يعطيني؟ هو مراضي عن الله سبحانه وتعالى، كيف يرضى عنك؟ فهو غير راضي عن الله جل وعلا وعن إعطائه الأرزاق سبحانه وتعالى. يقول: أم يحسدون الناس، أي بل يحسدون الناس. واختلف أهل العلم من المفسرين ما المقصود بالناس، أم يحسدون الناس، فذهب الأكثر إلى أن المقصود بالناس هو سيد الناس وهو محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أم يحسدون محمدا على ما آتاه الله من فضله وهو النبوة التي آتاها الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون معنى الناس العرب، لأن هؤلاء بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل كانوا يعلمون أنه سيأتي نبي، وكان عيسى عليه الصلاة والسلام قد قال: ومبشرا بنبي يأتي بعد اسمه أحمد، برسول بعد يأتي بعد اسمه أحمد. وموسى بشر به وبشرت به الأنبياء صلوات ربي وسلامه، وكانوا ينتظرونه، وكانوا يخبرون الوثنيين من أهل المدينة أن هذا أوان خروج نبي، وأنه إذا خرج سنقتلكم معه، ولكنهم كانوا يظنون أن هذا النبي سيكون من بني إسرائيل، ففوجئوا أن النبي من بني إسماعيل وليس من بني إسرائيل، وإنما بني إسماعيل من العرب وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وعرفوا ذلك كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولكن الذي منعهم من اتباعه هو الحسد. يقول الله جل وعلا: أم يحسدون الناس. قلنا الناس هنا إما أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحسدونه على ما آتاهم الله من فضله وهو النبوة، أو أم يحسدون الناس العرب على ما آتاهم الله من فضله، أي محمد صلى الله عليه وسلم، أي النبي الأمي، على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وهم يعلمون ذلك، لأن هذا كله موجه لبني إسرائيل. ألم نؤتي آل إبراهيم الكتاب والحكمة؟ وإسماعيل ومحمد من آل إبراهيم، وإسحاق وإسرائيل وهو يعقوب، وبني إسرائيل أو رسل بني إسرائيل كلهم من بني إبراهيم ومن آله صلوات ربي وسلامه عليه. فالله يذكرهم، يقول: آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. الكتاب أي الكتب، جنس الكتاب، التوراة والإنجيل والزبور والصحف، هذه كل وغيرها من الكتب التي لم تذكر، لأن كل رسول معه كتاب. صحيح الله تبارك وتعالى ذكر لنا بعض الكتب، ذكر لنا التوراة، ذكر لنا الإنجيل، ذكر لنا الزبور، ذكر لنا الصحف، ذكر لنا الفرقان، لكن ما ذكر كل الكتب. فهنا الكتاب جنس الكتاب، لأن ما من رسول يأتي إلا ومعه كتاب، كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يقول الله تبارك وتعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. والحكمة هي سنة كل نبي، فالحكمة لمحمد صلى الله عليه وسلم سنته، والحكمة لموسى سنته، والحكمة لعيسى سنته، وهكذا. فالحكمة هي ما يأمر به النبي في زمنه، سواء كان داود، سواء كان سليمان، سواء كان يونس، إسماعيل، إبراهيم، يوسف، جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم لهم الحكمة، وهي السنة المتبعة، الأوامر التي يأمرون بها، غير الكتاب الذي أرسلوا به. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وآتيناهم أي أيضا ملكا عظيما، وأشهر ما في ذلك ملك داود وملك سليمان صلوات ربي وسلامه عليهم. هو سليمان وداود من آل إبراهيم، بل كل الأنبياء الذين ذكروا في كتاب الله تبارك وتعالى من آل إبراهيم، إذا أخرجت لوطا وصالحا وهودا وشعيبا وإدريس وآدم، باقي الأنبياء من نسل إبراهيم، ونوحا، باقي الأنبياء من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذاك يقال لإبراهيم أبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فالله يذكرهم، يقول: أنا آتيت آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيتهم ملكا عظيما، لماذا هذا تكفرون به؟ لماذا محمد لا تقبلونه؟ هو نبي من سائر مع سائر هذه الأنبياء، وهو اللبنة التي أكمل الله فيها البناء.